استاذ عصام، اخد برضو راي حضرتك في هذا التتويج والبطوله الخامسه في 10 شهور او في اقل من 10 شهور. صحيح كلام ينم عن شغل، وبالفعل يعني تقديرات في محلها فنيا، والدليل انه ده كان مخطط ليه، وانه الكابتن خطيب ربنا يديله الصحه في لقطه امام يمكن المبنى الرئيسي كده وهو يبارك للاعبين، قال لهم خلاص انتوا فرحتوا امبارح واحتفلنا، الجمهور الملك الحقيقي للنادي طبعا في كتاب الاهلي معرف بكده، بكره في البطوله الجديده وما يستجد من البطولات. هذه البطولات يا كابتن لا تاتي ابدا مش بس عشوائيه، لا لا تاتي اولا بعمل غير منظم، لا تاتي الا ووراها مؤسسيه، وانت جاي كده من يعني من اول ما بتنزل من البيت عشان تركب وتروح النادي بوسيله المواصلات، فانت مخطط الساعه كام تبقى فين وتعمل ايه وكذا، كل في عمله يعني. وبالتالي يا جماعه النادي الاهلي بيحقق المعادله اللي لما بنقولها الناس بتزعل، معادله المؤسسه العظمى الحقيقيه، والعظمى دي مش بس جماهيريا، لا العظمى بالتكتيك، عمل منظم، المدير الرياضي اذا لم يكن هذا المسمى هتلاقي على طول في مسمى زيه، المشرف على الكره هو مفوض من مجلسه، المدير الفني لديه فريق عمل طويل عريض، لديه كل ما يمكن ان يوصف بانه فني، الاداريين فريق عمل طويل عريض، يعني الحقيقه مهما استفدنا النشاط الرياضي و و و وبالتالي اذا حتى كادت بطولات انها تبقى على حافه الخطوره انها ما تجيش النادي الاهلي، لكن سبحان الله كانت في النهايه دائما بتندفع اندفاع نتاج عمل متواصل، لم يخشى الاهلي ابدا في اي مواجهه في فرق كتيره، لكن طبعا الكره هي قلب الصناعه النابض، يعني يكفي ان انت تخرج من مباراه فائزا بهدفين لهدف، فيخرج عليك يعني مهاويس الكره اللي ضدك علشان يقولوا انتهى الطموح انتهى الامل، فتجد ان المساله بتدار في النادي الاهلي اداريا على انه لدينا نصف اخر للمباراه، وفنيا بحوار من الجهاز الفني بقياده الراجل المحترم كولر انه احنا اعتبروا الاستراحه طولت عن ربع ساعه الايام ولدينا شوط اخر ان شاء الله. ده كلام يعني بوضوح شديد يدل ان هناك مؤسسه، وان المؤسسه لها المساهمين اللي هو لو تحدثنا عنهم يطول بقى الحكي، اللي هو الجمهور، تشكيل منه عامل جمعية عمومية وتشكيل آخر يحمي عمل هذه المؤسسة، وإلا لرأينا آراء متعددة في الإدارة وآراء متعددة في الصفقات وكذا، لكن أنت مع النادي الأهلي لا تشعر إلا بعمل مكتمل طول الوقت. ده ببساطة شديدة عنوان ما هو يعني جديد في النادي الأهلي، وليس جديد عن النادي الأهلي، ولا حد يقول لنا متى تنقطع البطولات، مفيش أوقات بتنقطع، لأنه العمل يتواصل جيل بعد جيل. أستاذ عبد الحكيم، بص أنا هقول لحضرتك نموذج صغير جدا يثبت لك إزاي النادي الأهلي بيشتغل. امبارح بيراميدز خسر من سيراميكا كليوباترا وتوج الأهلي رسميا بالدوري. صحيح. النهارده في التمرين مستر كولر وكابتن سيد مع اللعيبة، مفيش احتفالات، إحنا عندنا ماتش مع الأهلي والزمالك بعد بكرة. تخيل انت واخد البطوله الخامسه في الموسم ويجي المدير الفني ومدير الكره يقول لك ايه مفيش احتفالات، نسكت لحد كده؟ رئيس النادي رئيس النادي جاي لك كابتن محمود الخطيب يثبت على الفكره بتاعه المدير الفني ومدير الكره، جاي حاضر التمرين واتكلم مع الجهاز الفني ان لا احنا عندنا ماتش عندنا بطولات بعد كده، خلاص نقفل الاحتفالات مفيش احتفالات دلوقتي. ده نموذج صغير جدا يثبت لك ازاي الامور بتدار في النادي الاهلي، ازاي الفكر بيشتغل. لما جينا هنا يا كابتن اسامه كنت حضرتك اتكلمت وقلت كانت نقطه مفصليه لما الاهلي خسر من سان داونز، ودي على فكره ممكن نتكلم فيها كتير جدا، ان دي نقطه محوريه في الموسم. صحيح. ازاي تعامل النادي الاهلي بمنظومته بالكامل بما فيها اعلامه، ده جزء مهم جدا في الموضوع، ان انت ازاي قدرت تتعامل مع خساره ممكن تهز كيان او نادي او مؤسسه تخليه يتدمر في نص الموسم طبعا، او يحتاج وقت للعوده او يحتاج وقت للتعافي. ازاي عرفت تتعامل مع المرحله دي، وازاي قدرت تعديها، ومش تعديها وبس، ده انت تعديها وتوصل لمرحله انك تعمل موسم تاريخي، موسم تاريخي، خمس بطولات ولسه عندك كاس مصر وعندك السوبر الافريقي، ممكن توصل لسبع بطولات. دي يعني امثله صغيره جدا تثبت لك النادي الاهلي ليه بياخد بطولات، ليه بيتوج، ليه بيشتغل بالشكل ده.